نشرة إخبارية مفصلة من قناة الجمهورية، أهلا بكم إلى العناوين. مسيرة حاشدة في الحجرية تعلن رفضها للميليشيات الإخوان وعسكرت المنطقة. القوات المشتركة بالضالع تفشل 3 هجمات حوثية. قتل وجرح حوثيون في اشتباكات مستمرة بجبهتي سرواح ونهب. تجنيد قصري لجبهات الضالع عبر المساجد في أرياف ياريم والنادرة. برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة مدمرة في 25 دولة بينها اليمن.